وجهات سلامنا إلى وين؟ إلى السمحة، عازمة على الانطلاق والتحدي والإثارة في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله، هم الملايين على المركز الثاني، ناصر محمد بن خلفان المزروعي. ولكن أقول سلام، سلام يا أهالي السمحة، سلام على هذا الأداء الجميل. راح يسعيد بن محمد بن مطر الرميثي على المركز الأول، المركز الثاني لسيد ناصر بن محمد بن خلفان المزروعي، المركز الثالث عودة. الله 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 الله، تابع يلي بتابع القادم، والوال والوال محمد بن احمد بن صالح العامري اطلق الولوال وحمل الجنجال في هذا الشوط مع هذه اللحظة، وتوقع ان الولوال خلاص سجل، سجل ايضا نصيبه في هذا الانتصار. سلام يا هالي الساد محمد بن احمد بن صالح العامري الذي اطلق هذه اللحظة مع الولوال على المركز الاول، بينما المركز الثاني مفتي عبيد. في هذه الانطلاقة والمنافسة ثنائية ما بين التحدي والانطلاق وما بين الظبي عبيد محمد بن سعيد العامري في المركز الأول والمركز الثاني، لا تزال التحديات واردة من الغارية راشد بن سعيد بن علي المري في المركز الثاني، منافسة ثنائية التحدي ما بين وبين، ولكن الظبي، اسم الظبي العملاق هنا يطير مع هذه اللحظة على الصدارة. الظبي عبيد بن حمد بن سعيد العامري في المركز الأول، المركز الثاني يذهب الغارية راشد. قوي، هجوم قوي من الان الى المركز الاول في هذه اللحظات، شايل السيد راشد بن علي بن راشد الاجتبي. يا سلام يا بن رشيد على هذا الاداء، اداء شاهين يندفع الى مقدمه هذا الشوط، يا سلام، وهو الاقرب للفوز وناموسي هذا الشوط. ونقول اسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبه يا اهل المره على فوز شاهين بالمركز الاول للسيد علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الثاني المركز الثالث. لا زالت صامدة صمود الجبال السود، يا سلام، شواهي للسيد محمد بن علي بن غابش الوهيبي وفراجة، فراجة وشواهين، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، يا سلام، شواهين وفراجة، شواهين شواهين تبى السيارة تبى الناموس، يا سلام، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، شواهين قفلت على هذا الشوط. أسعد الله صباحكم يا أهل الشرقية، تهانينا للسيد محمد بن علي بن غابش الوهيبي المركز. في اللحظات، في اللحظات الأخيرة، محمد بن مبارك بن سالم العامري على الصدارة، ولكن هملول يعلن التحدي في اللحظات الأخيرة، حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن شاهين، شاهين على الصدارة، قفل على مجريات هذا الشوط مبكرا. تهانينا لمحمد بن مبارك بن سالم العامري على فوز شاهين بالمركز الأول، يصل إلى خط النهاية بدون أي منافس، بينما اللي وصل مع المركز الثاني هملول لحمود بن محمد بن سالم. سلام يا سلام، سلام مع المركز الأول، سلام مع الصدارة، سلام مع المقدمة، تنطلق بناموس هذا الشوط، يا سلام، سلام يا ساد سلام. ولكن التحديات، التحديات أرهني جو تتسلل في هذه اللحظات. صالح بن خادم الزرعي، يا سلام، ما يبنالها طاري إلا في اللحظات الأخيرة، تنقض على الصدارة، تنتزع الصدارة. تهاني لصالح بن خادم الزرعي على فوز جو بالمركز الأول. المركز الثاني الشحاني يا لزيد براش، الوصول في هذه اللحظات من الحنيش حربي بن سليم بن حربي العامري، من ياتينا على المركز الثاني وثالث المراكز لغد صالح بن خادم الزرعي. ولا
ولكن هنا يا سلام هملول، هملول من انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة، على المركز الأول. سلام لبيا، السلام على هذا الأداء. تهانينا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني الحريش حلب. من سلطنة عمان للمشاركة في هذا المهرجان الجميل. ها هي المرعوشة تشاهدونها على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. تعلن الفوز، تعلن الناموس. تهانينا، تهانينا لعبد الله بن سلطان بن سعيد الغفيري، وسلام سلام للسلطنة على هذا الأداء الجميل. أيضا لأهالي الأبيض وأهالي المضيبي ولحظة الوصول إلى خط النهاية. معلن الفوز، معلن الناموس المركز الثاني. وصلت الضبي لطالب بن سعيد ومرسل. خميس بن سالم لينيبي على الصدارة، على المقدمة، ولكن الغويص، الغويص قادم مع سلهود، سلهود 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 قادم هنا للسيد عبد الله بن عبد الخميس الغويص، من يتسلل على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية. معلن الفوز وناموس. تهانينا لعبد الله بن عبد الخميس الغويص. المركز الثاني لصالح بن سالم. هو في المركز الفوز. نقترب من الناموس الشاهينية. طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري غيرت إلى مقدمة الشوط الميتين متر الأخيرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، وهناك سراب على ثاني المراكز سلطان بن حمد بن مطر بن عمير. يا سلام يا سلام، الشاهينية الثالثة مبارك بن مسلم المنصوري. ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات هناك مع بالحطم، بالحطم اللي غيرت مشاهدي العزاء. حربة 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 سالم بن مبارك بالحطم في المركز الأول. بينما المركز آدم بن عمير مشاهدي العزاء. شاهين شاهين يأتي في هذه اللحظات. عبد الله بن مطر بن حمد بن عمير، ولكن مع اليحافي مرموق مرموق مرموق. اللحظات الأخيرة، روح يا اليحافي، ما تبقى إلا القليل. تهانينا لأهالي السلطنة وسلاماتنا سلطان بن حمود بن سلطان اليحافي. يسعد الله صباحك على فوز مرموق بالمركز الأول وانتزاع ناموس هذا الشوط. شاهين عبد الله بن حمد بن سلطان بن عمير وصل في المركز الثاني. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، ولكن الهجوم يا الله يا الله من حفلة، حفلة تحتفل في هذا الميدان وتحتفل في هذا الشهر الكريم، تحتفل بهذا العرض الرائع. تحمل شعار صالح بن خادم الزرعي، هذا هو شعار الزرعي يصل منفردا. تهانينا والناموس للسيد صالح بن خادم الزرعي. أما المركز الثاني الشاهينية سالم بن عبيد بن مبارك الاجتبي، والمركز الثالث عبد الله بن يميع. ياكم بن يميع، يبغي درب، يبغي درب، يبغي طريق. اعطوه اعطوه المجال، اعطوه مفتاح الناموس. يا سلام، يمر 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 السهيل، يمر السهيل الى الامام. يروح يروح بهذا الشعار، يروح بهذا الوزن. سلام على المرموم، سلام سلام على السهيل، سلام. مشكور يا بن يميع، مشكور يا بن يميع على هذا الاداء. تهانينا للسهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع. عم المركز ثاني المري، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع نتابع هملولة، نتابع هملولة والتحديات للشاهينية مع المركز الثاني، مع المركز الثاني. قادمة بلا هوادة، بلا هوادة مع المركز الثاني. ولكن هملولة هملولة، يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات مستمرة. تهانينا لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي على فوز هملولة بالمركز الأول. لحظات وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني لسالم بن عبيد بن مبارك الكتبي. المركز الثالث حبتو
الدور العامري، ولكن تهانينا خلاص للفائز بالمركز الأول 200 متر الأخيرة. أيضا ياتينا على المركز الثاني صوغان علي بن خليفة بن رشيد السويدي على ثاني المراكز. المجهول لا زال في المركز الأول مسيطر على المقدمة ويقود الجعدان ويتقدمهن والصامد أمام كل هذه الضغوطات، ولكن تهانينا على الفوز وناموس صوغان في المركز الثاني لعلي بن خليفة بن رشيد، بينما المركز الثالث وصل الثاني يتابع طريقه ايضا هاجم هجمة قوية، هاجم على الطيارة، ولكن الطيارة رافضة الاستسلام، رافضة الاستسلام، رافضة الا انها تكون راس، رافضة الا انها تكون راس في هذا الشوط وفي هذا التحدي. نعم الطيارة مع بن طويلش، مع بن طويلش في هذه الجولة تتلألأ وتتقدم وتعرض ايضا عرض جميل رائع. تهانينا لسالم بن طويلش بن محمد الوهيبي المركز الثاني، الصريدية لسعيد بن المطر بن محمد. وصلت الخطورة يا المقبولي، ولكن نشوف شعار بالشاوي المتحد عيسى بن خلفان بالشاوي الأغفلي. مشاهدين الأعزاء في اللحظة الأخيرة ينتزع المركز الأول. الله يا بالشاوي، عيسى بن خلفان بالشاوي الأغفلي في اللحظة الأخيرة يغافل الجميع وينتزع وياخذ المركز الأول من خلال هذه الانطلاقة وتحديات المرموم في هذا الصباح. المركز الثاني حمود بن حي المقبالي، المركز خطر هذه الأحوال الآن. يا سلام يا سلام الأحوال الجوية في ارتفاع وفي نزول، لكن لا زال رصاص بن سالم العامري هو الآن يتقدم في ارتفاع، لكن هناك الجانب الآخر الله 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 اللي تقدمت الآن واحتلت المركز الأول. شهنية حمدان بن مبارك بن عامر الحبسي هي من انطلقت الآن وسارت إلى المركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء اللي وصلت في الشهنية عبيد بن حمد. طارش بن علي بن بخيت المسافري ياتي طارش مشاهدينا الكرام، لكن الله يا هملوله انتزع بن مروشد مره اخرى عاد الى الصداره. ومتعب متعب المضمرين محمد سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد الان انطلقت هملوله 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 في المركز الاول. سلام لرد الشباب الختام في هذا الصباح الجميل. المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء ياتي خثيوه محمد بن سالم العلي المركز الثالث.